بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب انا هي خدي ام جهشتن اي بو پیشکش کرنا خلاچ کا دیش برنامه ما دماهی کا دنیا ان علامات قیامت مجرا دی بحث علامات قیامت کرن پیغمبر بی صلوات خود سربن گلی بسرمانا قیامت نارابتن حتى هی نبین نزیکی سهمرو و دا یعنی دا خوازا دعوه هندت کن کد بیجن ام پیغمبرین و تر روایت دی حدیث دا پیغمبری گوتی صلوات خود سربن بستو حفتن چار شوانا جنکن و مجرا دی بحث هنده کر ما ایک شوانت وقتی پیغمبری دا صلوات خود سر بن هات گوتن اسود العنسی و دو ماهی کاوی هات کشتن اف مروفا ایک دی طلایح بن خویلد الاسدی لسوا جیانا پیغمبری دا صلوات خود سر بن اف مروفا جی بسرمان چونه و قواتا و شکان و جارکا دی او بخاجی بسرمان بی و مال گل بسرمانا و شهید بی الشر نهاوندی او او بی گوتی اس پیغمبرم يسيه مسيلمة الكذاب أو بيكو يلي قواتك مظن الدورمان تخاكوم كري و دماهيك إمام أبو بكري خديجة رضيبة جيش خالد و جماعتك دي هنارتي مسيلمة جهاش تخات كشتني يا چاري جنكك بيد قتني سجاح بنت الحارث التغلبية كو أفما جاردي بحث جي كربين أف جنكا شفلت يعني شفلابي و أف جنكا دعوة پیغمبراتي كر و پشتینگه چو دف طبعا گلش قوت بو پیدا بی و چو دف مسیلمی و ایمان ب مسیلمی اینا و پشتینگه شی پیکر و پشتینگه وقتی مسیلمه هاتی کشتنه افجن که زفر جارا کدی نف قومی خواه و جارا کدی زفر اسلامتیه و افجن که پشتینگه هات بصره و البصره سر اسلامتی سر ایمانی یامری یه پینجه او وقتی تابعینا دابی دگوتی المختار بن ابی عبید الثقفی افمرو به هجی خب دعوا پیغمبراتی کر و گلک الدرمان تو کوم بین و پشت هنگی هات کشتنه اب دست مصعب بن الزبير یششی حارث بن سعید الكذاب مشهوره یعنی وی وی ناوی کو اوی درو کرا اوی اولی خب اینا دری گوتی اس پیغمبر اس عبادت کرم دی عبادت خدای کتن و پشت هنگی گوتی اس پیغمبرم و وقتی اخبار بو عبد الملک بن مروان چون بهاری کاریا هندی عبد الملك شوي قوات كبيرة أو مروف هاد كشتني يي حفتة ما بي ما بحسي بكري إك ال في قرني يعني هزار ونهصدو نهي في قرني بستة إك رابي الهندي طبعا كان جي رابي وقت إنجليز شوي هندي وهند مستعم يعني كري مستعمرة أخوة وقوات بصرمانة شر إنجليزي جلكر وقواتك مظن إش هندي يد بصرمانة بضد انجليزي رابين انجليز رابي هاري كاريا افي مروفيكر طبعا ديف وثائق قوية الجلوي افي مروفي قوتي اس بيغمبرم بوش ام بيجني يعني هنجي بريطانيا يعني اف هاري كاريا بوكر چنك اف مروفا رابي هندي آيات الجهاد هاتين قوتي اس بيغمبرم قوتني ميرزا غلام احمد القادياني ميرزا غلام احمد القادياني افي مروفي قوتي اس بيغمبرم و هات دستاوت قرآنه هندي آيات بحث جهاد كن و شريط دا قوتي اف آيات همي من نسخ كرن قرآن يا تفسير كريب تفسير اخوا بازدا جزي و اف مروفات قوتي اس بيغمبرم طبعا علماء هندي يد بصرمان قالك بزد يو رابين قوتي تو دراو كري و تو نا بيغمبري و بيغمبري خدي يعني يد دماهيكيا او يد قوتي راس تا بيغمبري دماهيكيا بس قوتي نما يعني قوتي خاتم النبيين معناه افضل النبيين شو عم بجني يعني امير الشعراء شاعر الشمية مصطري بيش قوتي او بيغمبر مظنة بس اج بيغمبر اف ميرزا غلام احمد القادياني الهزار نهصدو نهشتي الهندي يخب بيغمبراتي انايدري وعلماء هندي جي قالك بزدي الرابين افا يكول سر شاشة تلفزيوني وكام بينين أفا ميرزا غلام أحمد القادياني أفا بي خو بيغمبراتي إناي داري صالة هزارو نهصدو هشتي أفا ها تنبؤات تقوتن يعني خو بهندي تينا داري وكتشاو بيغمبر صلافة خود السار بن بيشتن دي فلان وقتي أفا مي علامة قيامة تخينين أفا جي هندا تشت تقوتن قوتي أز دي مينم هشتي صالة عمريم دي مينتن هشتي صالة
وقالك هاري كارب وبيدا بين طبعا هاري كاريا انجليزي ودستافيت قران تفسير كير بتفسير اخوا آيات بحث جهاد كيرو كومروف دفاع برافانيش ناميس وكرامات اخاب كتب ضد ظالمي دجمني او آيات همي قوتي من النسخ كرين واسبغ مبرد ما هيك ما علماء جلب ضد الرابين اف علماء تا وقوتي الدجالي دون ابغ مبري شوان عالم عالم قوتي ثناء الله الامر تصري أبا إكش عالم تنديبي يعني شديد ترين عالم بضد في مروفي الرابي أبابي بشت أف مروفا أف عالم بضد قادياني يعني في ميرزا غلام أحمد القادياني الرابي أوجب ضد في عالمي قالك الرابي وأفي تقوت تقوت إكش ما هردوكا تقوت بحثي في ثناء الله وبحثي أخوة قوت إكش ما دروكرة إكش ما نبيغمبرة وقوت يه ایکش وان دردو دراو کرا آن اس آن تو ایکش ما دی بری دی مرتن ایدی دی بری دی مرت و دعا کر گوتی کا کش مروف دراو کرا ایکش ما بری وی بمرتن بری دی تری بمرت اف مروفا مرزا غلام احمد القادیانی اوی کل هندی رابی اوی مروفی ایشا کلی ری گرت طبعا ایشا کلی ری گلک یا مشهورا یعنی زکی انسانی چطنو گلک یعنی هوجی مرافقید بتن يعني ايش اكادي جهات تقولني طاعون طاعون هاد في مروفي وافا بسبب مرناوي بشتي اف ايش هاتي بصالك بشتي اف ايش هاتي بصالك اف مروفي هامر خزيري بحثي ويتكتن خزيري بحثي ويتكتن بشتي وقتي ايشاوي اللي بيدا بزيدا بي انا قلت هات اس هشيار كرم قلت هلو رابا قلت اس رابم قلت يا شوم دافق قلت تأخيرة قلت أس قالك نساخم وقلت الجل ما أخفت قلت أس إيشا كليري أس يجرتي قلت أبا آخر أخفتن بي بشتي في أخفتني قلت أف مرو فيها كأيدي نا أخفت وحتى مري طبعا بشتن قصة تاريخ خايب درستاه بحث كري بشت أف مرو فيها وقت كليري جرتي وكان مرناوي يا شوابي كان مرناوي ابچرنگ چو الکیش جه پیروس چو وکی وید خواب پیغمبراتی نداره بشتن گلا که هات چو چو مرافقه و جارا کدی زفری و جارا کدی چو جارا کدی زفری یعنی اسحالا کد زیده بو چه بی گوتی جارا که چو نزفری چم برای خود دنه دف و دف یکتی تنف پیساتی خدا ات مرافقه دو یمری افد دمائی که میرزا غلام احمد القادیانی اوی که 1908 خب پیغمبراتی اینای داره و گلک اتباع بو پیدا بین الهندی و پیغمبر صلافت خود سر بن اید بیشتن قیامتنا رابطن حتی نیزی کی سه مروفا خب پیغمبراتی نینن داره چار شوانا جنکن طبعا ویری بردوامی یعنی نه بس ابتنی نه بردوامی خلق دی رابن و خب پیغمبراتی اینن داره حتی اف عدد پیغمبری گوتی صلافت خود سر بن تمام ببتن الفيري بلكي عندك بيش يعني اف عددا اف ابتنينا اونا نخيرنا اف ابتنينا افيتكو خب بيغمبراتيت ان اندري نا اف ابتنينا افيت هاتي نيت شوين وهندك دي جي دي ان و افيتكو بيغمبري قوتي صلافة خد السربن كون ازيكي سهانن اف اون يتكو دعوان قلق بلافا بي هفالو هاري كاربو بيدا بين وتشين يعني قوتك بدسكتي اف بحسيواننا اما افيد بچيك و افيد تابعي توانات كيمو يعني نهين افا يعني حساب نكرنا يعني واخو خب پیغمبراتينا بلك ايك المالا خو خب پیغمبراتي بيندري ايك الناف عشيرتا خو ايك هما هر کس ناوي وي نزانتن بردوامي في قاوي يعني بردوامي توقتي پیغمبري دهابي و حتى في قاوي جهن قلق تهين جل عردا خب پیغمبراتي تينن داري بس نافو دنگي وانا ناچتن و آنجي الجهة اولي الويري بچكي يعني ديت مشهور بن أبا علامتي يازدي إش علامتي قيامتي يد بچيك علامتي دوازدي پیغمبر دي صلاة خود السربن بالشيوع الأمن والرخاء شيوع الأمن والرخاء أبايا كو أم إمناهي وزنجيناتي وش فقيراتي ديخ عالم جي خلاص بتو دي حالي عالمي خوش بتن بشت أبا إيكش علامتي قيامتي يد بچيك إمناهي أبايا توقتي پیغمبر دي صلاة خود السربن يعني وكي إيكي تشتاك وصا قطبا إمناهي كو عالم ريكا بچيت وكاس چلي ناكتن أفا تشتاكي عجيبي بي پیغمبري حديثي قد صلافة خود السربن قوتي جلي بسرمانا طبعا
طبعا وقالك تعب نخوشي وبرساتي ويديتين بس اف برساتيه دي تشلي ايتن دي بتن تيراتي وافتن قافيه وطرس دي بتن امناهي قيامتنا رابطن حتى عالم تير نابتن وحتى امناهي جنابت پیغمبر حدیث کرد بی صلوات خود سربن سر در حق هند دا کو امنهی دی پیدا بت جزیره العربیه مشهور بی کو چه کسی قوت نبا آن ریگرت هاتن تریکا دا یعنی کاروانی قوت کا مزن نبا نشیان بچن چونکه علامت شلاندن علامت کشتن پیغمبر حدیث بی صلوات خود سربن لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا قيامات نربط حتى عرض عربة بحث الجزيرة العربية كتن وخاصة يعني حجازة حتى تعود أرض العربي مروجا وأنهارا حتى جركة دي أف صحراها أف خيزها أف جهي قرماتية أفي كتشو شنكاتي لنا جركة دي دبن ميرجت تجي آفو شنكاتي ويعني تشت كسكاتي وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق وحتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل في غمبري الصلاة بتخذ السربنا في حديثة قوت قوتي قيامتنا الرابط جلي بصرمانا حتى جزيرة العربية همي أفعر دهشكاتي ببتن ميرك وببن جهي يعني آفو شنكاتي وكسكاتي لبيدا ببتن مروش أفيا يعني قالك أوفليبن أو ميرجد قال أوفلي وكاسكاتيلي وحمي وقتات شينو ببن ريبارو أنهار ويادي تريج بجدن حتى مروفك إش عراقي ومكهيت نبينا عراقي ومكهيدا بس أردنا سوريا تريك هذا يعني جهت بيغمبري قلت صلاة خذ سربن قلت حتى مروفك بيا دش مك إش مكهي إش عراقي إتشت مكهي لا يخاف إلا ضلال طريقي إش كسي ناطرست يعني ريقر نامينين دي إمناهي بايدا بيت كس شلي ناكد بس هند ترست بيشت والله بلكي أس ريكا خواه هنداكم شند ترست أس ريل ريل مبرزة برمي هندابتن برزة بت أس ريكي قلت إش شت اشتي ناطرستن والروايات دي يا بيغمبري صلاة قد سالم بيشتن ديش قرقي ترستن وكي بيت هندا بازيوي بخوتن باش فان هردو تشتا ريكي هندابت وقرق بازيوي بخوت قلت أفاجي دي بايدا بت طبعا وقت بيغمبري أفا قلت صلاة قد سربن هنجي كسي نتشيط في ريكي دا بشت نابينا عراقي ومكهي يعني ريقرها بين يعني كاروانية مظنت هاتن شلاندني يعني قلت اشتت يعني حتى عند جرى والتات يعني عالمي نتشيط شن حاجي يعني يا والي هاتي قاشت بي درجة بيغمبري قلت صلاة قد سربن دي هو لقيتي يعني اش عراقي وحتى مدين مكهي قلت يعني ايك ناطر ستن دي بيا بريفاشتن بس هند ترصد بشتكو اس ريكا خبر زكم انجي غوريك بازيم بخد بشتين جي پیغمبر صلى الله عليه خود سر بن تشتكي ديج قلت قلت حتى يكثر الهرج قلت حتى هرج زيد بتن قلت يا رسول الله هرج تشت وما الهرج يا رسول الله قال القتل انا پیغمبري قلت كشتن كشتن دي قالك زيد بتن پیغمبر صلى الله عليه خود سر بن قلت عدي كري حاتمي عدي كره حاتمي مروفك قالك بعقل دار بي ومروفك قالك مرد بي قلت يا عدي هل رأيت الحيرة قلت يا عدي تحيرة قولي بيا حيرة باجرك يعني نزيكي باجرك في قابت كابت منطقة سورية قلت تها الحيرة حيرة ديتا يا عدي قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قلت انا خير يا رسول الله من اديته بس بمن صحبته وي هاتي قلتني باجرك الفلان عادي قال انا بيغمبري قلت الصلاه تخذ السربن فان طالت بك حياه لترين الضعينه اي المراه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله بيغمبري قلت الصلاه تخذ السربن يا عدي هكرت ماي صاخ وخده هند عمر داتا تماي ساخ تدي بيني جنك جنكاك ابتني جنك ديش حيرة بريكا بتن وحتى تيت طواف الكعبة كتن حتى تيت طواف الكعبة كتن قوتش كسي ناطرسة بس ديش خده ترس معناوي بيغمبري قوتي الصلاة بتخده السربن يعني افا افتشتدي تشيبتن واف مروفت بيشت ازب خديكم أس
يعني جارة كل كعبي بيم من بصيار الجنكا كير متقوتي تشكيفة هاتي تهند الرواية ديت حديثي دا قوتي آس ياش حيرة هاتي وقوتي تشوى هاتي قوتي خده معزة بريكي هاتي وقوتي تنطر صاي قوتي أبدا إمناهية ورحاتية حتى أصهاتي فيري طبعا جنك يعني انه كل جل محرم يا اخوه بس يعني وكي بيغمري قوتي الصلاة خد السربن افانا كسي نتشيا كسي نتشيا فان ريكا يعني كاروانية مزنتي رابين وبشن وبيغمبر بالصلاة خد السربن دي مال جي زيدة بتن وحتى دي ولئتن كو يعني مال دي ولئت عالم هن يعني ايدي قصنا كتي وبيغمبري قوتي الصلاة خد السربن عدالة جيدة تجي عردي بتن بشتي ظلم تجيبي وأفاجي سر زمان مهدي وعيسى عليه السلام أفا علامتي دوازده إمناهي دي بيدابت ودي عالم حالوان خشبتن إش فقيراتي دي خلاصبن علامتي سيزده إش علامتي قيامتي أفاكو يعني يتهاتين أف علامتي يتهاتين يتشوين يعني أف علامتا نكو ديشني كائن أفا أمي بحسي وان علامتاتين أفيت تشوين ش علامات قيامتي في غمبري قوتي الصلاة خد السربن بحسي أجرا كير في غمبري قوتي لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة في غمبري قوتي الصلاة خد السربن قيامات نار رابطن حتى أجرك إش أرض حجازي أرض حجازي أجرك رابطن الرناهية في أجري استويت حشترا عالم دي العراقي بينت ببصرة يعني قلت استويت حشترا البر نهياوي دي العراقي بينت ابن كثير خد جرازي بتن خداني كتابة البداية والنهاية وخداني كتابة يعني تفسير قرآن تفسير القرآن العظيم مشهورة في ابن كثير وقالك كتابة ديتين عالمك قالك مشهورة ابن كثير تبيجتن بحسي في آقريت كتن بشت كان ظهور النار من أرض الحجاز والنص آخفتنا ابن كثيرية خديجة رازيبة بشتن ديتنا في آقري الأرض حجازبي والتي أضاءت لها الأعناق الإبلي ببصرة قلت أبا عالمي البر رناهية في آقري استويت حشترا ديتن معناوي يعني بشافي هنت رناهي دا طبعا روجي شنة بس شافي هنت رناهي دا دي بجي هايفا عالمي استويت حشترا ديتن العراق البر رناهية يعني في آجري كما نطق الحديث شوى بيغمبري قوتي الصلاة خد السربن وابن كثير دي سهرت بيجتن بيشتقيل إن النار بقيت ثلاثة أشهر أف آجرة سي هيفاما وكانت نساء المدينة يغزلن على ضوئها قوتي جنكيت مدينة البر نهي في آجري بشافي تشيت رست تشيت خواه عن مثلا تفنت كرن رناهيت هاتي وانا تقولي خلكي مدينة قلت تدي بيجي اف اقريت مالا مدى شواء ايك بخوا اقريكي هلكي تتمال دا بو رناهي بيشتن عينا ما وصى حضرت كرمى قلت اف اقرى يعني يتمالت مدى هندي الرهن بي ابو شامة في واقعي وصفت كتن بيجي او تاريخ بيشتن صالة چندي وهيفا چندي ورجا چندي وشواء اف اقرى شيبي ابو شامة بيشت خديجة رازبن بيشت لما كانت ليلة الاربعاء بشتن وقتي شفا شرشنبي سي جماد الآخرة سي جماد الآخرة صالة شصدو بينجي وشاري هجري شصدو بينجي وشار صالة بشتي هجرتا بيغمبري صلاة خد السربن يعني بيغمبري أفاقفتنا قوتي بشتي بيب شصدو بينجي وشار صالة بشتن أفاقرة مديد أبو الشامة تشد بشتن ظهر بالمدينة المنورة دوي عظيم بشتن الباجر مدينة دنگ ودانا كما ظن قرمينا كما ظن هات ثم زلزلة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة وتي بشتي في قرمينا عندما ظن في آقري عندما ظن قلتي هجانا كت عردي المدينة قلتي عرض هجا ديوارت هجان بانت خانيت هجان دارت هجان درقه مالت هجان بشتن هر بهنكي بشتي بهنكي قلت اف درجها اف يعني اف هجانه بردوامي داي بشتن اشكنجي رجا چارشنبه ايواريا چارشنبه الى يوم الجمعه حتى رجا خطبه معناه چارشنبه ايوارياوي والجل بيشنبه ايوارياوي وحتى رجا خطبه سي رجا اف اجره
يعني أفهجانا يا تشيبي المدينة بشتي فانسي الرجا ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قتي أوغيركي جلكي ديار يعني مظن ديار بي أشكرابي الحرة حرة يعني محلك النزيكي مدينة من بشتن موضع بالمدينة قريبة من بني قريظة بشتن أبا يعني جهك بالمدينة نزيكي قبيلة بني قريظة بي طبعا قبيلة بني قريظة بشكيش دربي يعني باجير بي بشكي دير بي قتي أف أجرا مديت الوير ديار بي نبصرها من دورنا مال مالت خواه أجر ديتن من داخل المدينة يعني طبعا مسافك يعني يا دير يعني چند كيلومتر كا بشتن 23 كيلومتر نزيكي يعني دير مدينة بي قتي مال مالت خواه أف أجرا ديت وكأنها عندنا نار عظيمة قتي الدف ما يعني هروكي أجركي جلكي مظن مال مالا خواه الكري سالت أودية بالنار إلى وادي شظى اختلاف أجرا يعني رابي أو حل هنا طبعا بركانا كجلك يا مظنبي وأجر حلها وكي أف شوا بريبارا دات شتخاري وصا أف أجرا بنهالا دات شوخاري بشت أودية بالنار وسط نهالا دات شو حتى جهشتي وادي شظى مسيل الماء شظى يعني نهالك بي جهي أف ترات شو وهي ترمي بشرر كالقصر قوتي هندك قريجة تشد بين هندك آقرجة بلندت بي وكي تبيجة وقصرك بلند بي هندي خان يكي جالك مزن طبعا أب بركانك جالك مزن يعني علماء التاريخ بيجن صلاة شصدو بنجي وشاري النزيكي مدينة تشي بي وجالك يعني عرض هجا يعني هجانك جالك يا مزن وأف نشاط بركاني تقريبا سي هيفاما وتبشتن درجة يعني بلنداهية بستوسي كيلومترا يعني دي شمال مدينة بي وبشتن أف أجرا نزيكي بنجي ودروجا 52 يوما علماء بجن ما وبلندهيا في أجري يعني في بركان السر ليفا آفي يعني شكوش مسافة يعني عرض بحري كما عرض هشكاتيش بحري بلندرا بشتن 916 متر بلند بي إش مستوى بحري أفا بيغنبالي صلاة خود السربن قلت قيامات رنابة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة قيامات رنابة حتى أجرك أرض حجاز نرابط استويت حشترة البصرة باجرك النزيكي عراق بين عراق وسوريا بشتن يعني استويت حشترة عالم دلويري بينتن وأف أجرى أبا ابن كثير بحث جيكر وأبو شامة أوجي مؤرخك بحث الروجي ويعني هيفي وصالي جكر ومده في آجري علامتي شاردش علامتي قيامتي بيغمبرد بالصلاة خود السربن قتال التركي شري تركا طبعا إكش علامتي قيامتي أفيا بصرمان دي شري تركاكن ترك نا أفيا أفيف أف باجر أف دولة السرمداد بجني ترك ترك أبا منطقة النزيكي الصيني بجنة تركمانستان الويريجي وأسكندر يعني ذو القرنين شو بويري بشتن ترك يعني نزيكي بينجي ودو قبيلة بين أف يعني بيستو دو قبيلة العفو ذو القرنين شو ويري وسد بوانا شيكر قبيلة كبتن ما سد نجهشته طبعا سد ديناش بر يأجوج مأجوجا باش تنقلك هجومات الداني وي منطقي قوتي ورا تمروك الصالحي علاجك المبكى افان مروفا ام خلاص كرين اف ذو القرنين رابي سدك بوشيكت ما بين واندا قبيلك شوانا ما سد نجهشتي يعني نجهشتي يعني فيجا قوتي ترك السد يعني سد نجهشت وانا او ترك كرين اجبر هندي نافي وانا بجني الترك يعني سد نجهشتي او سد ذو القرنين تشيكري بيغمبر حديث بي صلاة خود السربن لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك كتي قيامات رنابة حتى هن شري تركانكن تركينا بحث منغوليانا بجا بيغمبر صلاة خود السربن وصفت وانا ري وانا دفنت وانا كأف مروفة شوانا وصفت هميكر وتي أف مروفة شوانا صغار الأعين شافت وانا بشيكن أبا إيك حمر الأنوفي دفنت وانا تصورا
دلف الأنوفي حمر الوجوه الريوانس يعني يصورة ودلف الأنوفي دفنتوانا باتشينا دفنتوانا ندبلندن دفنتوانا باتشينا طبعا ما تصوير تنجي يعني نفسي خلكي منغوليا بيشت كأن وجوههم المجان المطرقة بيشت الريوانا يعني تبطن وكيوي مطالنا أو عالم شركرة بري أو يعني دست خلط جرت وقت ایک شیر ایک دینا باید دید بر وکی سهل آسنه گلکی قویه تیر و شیر تأثیر لیند کر شرکره او تل گرد و پی بر روانش خواد کر گوتی ریوانا حسانه آخفتنا پیغمبری صلافت خود سربن صغار الاعیون چافتوان بچیکن حمر الوجوهی ریوانا صوره دلف الانوفی تفنیتوانت پاتشینه كأن وجوههم المجن ري وانا وقتو حساب بك مش عينا وكي مجن مجن او مطالة يعني وكي سهلية خهرة شركري دابر سنجي خوا وقت تيرا كتهاتي ان دابر رختانش تخوا وكي شير ايك الديناية بغمبر بي صلافة خلال السلام ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر مش هين قيامتنا رابط حتى هين شري قومك ناكن نعالت وانا بلافت وانا تشيا يش مي هاتي تشيكرني يش بيرتي هاتي تشيكرني طبعا او مشهورا بلافت وانا كفلي حيوانات ابي وبير جي بي ابي افا بيغمبر الصلافة خذ سربن افسح بتاياكري طبعا الفيري مشهورا ناف بصرمانا وقت الشري تركا يعني شري مغوليا كوهاتن بغداد ستاندي ومغوليا خلافة عباسي يا يعني ستاندي صالة شصد وبينجي وششي هجري ونزيكي هزار يعني مليون مروفة أفانا كشتن والشولة وانجي بس أفابي كشتن تكر مال طالان تكرن يعني كرامته ناميسا خلكي اشكان ومغولي مان يعني شرخي صينيفة هاتن وكسي خلبر نقرتن حتى أف منطقة همي ستاندن حتى هاتن بغداد جي ستاند بس يعني قائدك ما ظن يم مصري تقولتني قطس افقا مروفك جالك زيرك بي قطس صلاة يعني بشتي بغدستان دي شصد و بنجي و ششي هجري شصد و بنجي و ششي بشتي هجراتا بغنباري صلاة خود السربن اوي محاولاكر بشتن سوريا جي هندك ستاند و محاولاكر بشت مصري افقا ايديهاك قطس افهات اش مصري جيشا مصري ايناي و معركة عنجالوت دو صلاة بشتي بغدستان دي شصد و بنجي و هشتي شصد و بنجي و هشتي أبي قائد مصري يب سرمان مغولي شكاندن وبي بنيات كرن مغولي قوات وان بيشكر أو مغولية الصيني خلقي خلبر نقرتي وحتى هاتين بغداجستان دي أبي قائد بسرمان أو يعني جيش وان شكان وبيشكرن وأبيت مانجي علماء بسرمان قالك يعني دعوة وانكر وأو مروف قالك شوانا بين بسرمان حتى بيش النفية تيمور لنجي أبي قائد هاتي یه مغولی که بغداستان دی اوی های نویه توی هاتن اسلامتی دا و اسلامتی یعنی ورگرد و بین قائدت مزنت اسلام دا و چون گلک اسلامتی الهندی واندرا بلا وکر طبعا ما صحبتی لسر علامت قیامت هین بس علامتا یعنی وقت ما یکیم انشاءالله وقت بیتن ام دی بردوامی دین سروان علامتا امیوش رب العالمین کن اجبان وی بلند او مبارزتن وكي أفعل متى يتهاتن أفد بين أمكت النافدة رب العالمين قوة إيمان يعني تسليم مبكتن رب العالمين والمبكتن أمت عزيز بين تأثير المنابت وعلامات قيامته وكي أمت بيجين معناه إذا أم خبو في الرجة حاضركن حاضركنا في الرجة أفيا راضي بنا رب العالمين يا قهداري يا رب العالمين يا دنياهم يدست رب العالمين دا شوى أو حسكت أو دي بريفا بتن شوى أو حسكت ياوي دي بريفا شت وأف مروفت كيفن بن فان علامتا وكيفن بن فطنا يعني دجالي أو مروفت إيمانا ون يزعيفة شوا فيقافي عالم يا إيمانا ويا زعيف بتخل برشتشتي ناقرتن يا مهمة بما أمخو حاضركن بوير رجي ورب العالمين هاريكاري مهميابت توفيق مهميابتن بو رازي بينا أخوا بو عمل بيكرنا زياسر إسلامتي وبو خلات مظن يكون رب العالمين برزق مهم يبكتن بحشتاوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.